اعتزال وتراجع. كريم الحسين بيتصدر ترند جوجل، هسافر بره مصر وهغسل صحون وهلمع جزم. الحكاية بدأت ببوست على الفيسبوك، لقينا الفنان كريم الحسيني كاتب لنا بوست بيقول: قررت اعتزل ما يؤذيني، بمعنى هعتزل الوسط الفني وهعتزل السعي. ليه؟ لأن الوسط الفني ماشي عندنا بالشلالية والمحسوبية. مع العلم أنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير جيد جدا، بس هنقول إيه؟ مش واخد حقي. على فكرة أنا كاتب البوست ده على الفيسبوك مش علشان ألاقي منتج ولا مخرج بيكلمني علشان أقدم في مسلسل أو فيلم، بل بالعكس أنا كاتب البوست ده علشان يفكرني بيه كل سنة. وكريم قال: أنا حابب أشكر الفنان أحمد العوضي. أشكره على إيه؟ أشكره على الشو العظيم اللي عملهولي على السوشيال ميديا. من إمتى؟ من 2021، ومن ساعتها ما بيردش عليا. نيجي بقى للفنان محمد رمضان اللي اتعامل معايا على اساس ان انا معجب، مش زميل زيه. وده بعد قد ايه؟ بعد ما وقفت قدام الكارافان بتاعه من الساعه 3 العصر لحد الساعه 9 بالليل، وانا في الاول وفي الاخر موظف في الحكومه، موظف مسرحي، بقف على الخشبه بتاعه المسرح بعرض المسرحيه بتاعتي وبخلصها. باخد كام؟ باخد 5000 جنيه، وبعد الضرايب وبعد كل حاجه باخد 3000 جنيه. هل هذا يعقل؟ بعد البوست بتاع الفنان كريم الحسيني فورا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتحركت. اتحركت بإيه؟ اتحركت بتوقيع بروتوكول مع مدينة الإنتاج الإعلامي ونقابة المهن التمثيلية. البروتوكول ده تضمن أعمال فنية متنوعة. الموضوع خلص لحد هنا؟ لا، الفنان كريم الحسيني اتفاجئ وفاجئ جمهوره بان هو هيتراجع عن القرار ده، قرار الاعتزال. وكان ايه السبب؟ السبب كان مكالمة من الفنان محمد صبحي اللي هو بيعتبره استاذه وقدوته، وقال نصا: انا حابب اشكر الفنان محمد صبحي من كل قلبي لاني هو طمني وريح قلبي. انا حابب اقوله ان انا قررت اتراجع عن القرار ده. وبعد ما تراجع عن القرار ده قال له: انا برضو هنزل اعمل عرض مسرحي خيال. الفنان كريم الحسيني عرف غلاوته عند جمهوره واللي كان اولهم ابنه، اللي بمنتهى البساطه وبمنتهى التلقائيه قال له: انا بساندك يا بابا وواقف جنبك وبدعمك. ازمه كريم الحسيني مش اول ولا اخر مشكله في الوسط الفني، لان ازمات الوسط الفني كتيره ومتكرره. تفتكروا ايه السبب؟